أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمور. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل بطاطس محمرة مقرمشة من برة وطرية من جوه. عشان نعمل البطاطس هنحتاج كمية بطاطس حوالي 1/2 كيلو، وهنغسلها كويس قوي بالفرشة، في فرشة بتخصص للخضار. بعد ما بنغسلها كويس قوي بنقطعها، يا اما نقشرها الاول او نقطعها بقشرها. انا بفضل اقطعها بقشرها لان قشر البطاطس فيه كمية عالية من الفيتامينز. بنقطعها بحيث تبقى كل السماكة البطاطس كلها واحدة. بنسلقها في كمية مية غزيرة، بنحط لها معلقة ملح ومعلقتين خل. ما بنسلقهاش قوي، بتبقى نص سوا، يعني لما نكسر البطاطس تتكسر بسهولة وفي نفس الوقت ما تبقاش لينة. بعد ما بنصفيها كويس بنحطها على فوطة عشان نتخلص من باقي المية، وبعدين بنرش عليها نشا، وبعدين بنحمرها في زيت غزير. اول ما بنحطها في الزيت ما بنقلبهاش، بنسيبها لمدة دقيقة من غير اي تقليب عشان ما تتقطعش ما تتهريش. ولما يوصل للونها الذهبي بنشيلها وبنحطها في على طبق عليه منشفة مطبخ. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة ما تنسوش لايك وسبسكرايب، واشوفكم بكرة. باي.